والانفكشن ده ممكن يبقى فايرال او بكتيريال او اي حاجه. الفايرال انفكشن زي الكوكاساكي بي فيروس والايكو فيروس او يكون تي بي تيوبيكال باسيلاي. ممكن يكون السبب بتاعنا امينولوجيكال مع الامراض المناعيه كلها. بيحصل دايما بنورو بريكاردايتس. ممكن يحصل مع الانفكشن ولا ايه؟ يحصل مع الانفكشن كدراي بريكاردايتس او حتى بعد الانفكشن كحاجه اسمها دريسلر سندروم. بيحصل ياتروجينيك، بس هو ياتروجينيك دي مرتبطه بالسيستميك لوبس. يعني الادويه اللي تعمل لوبس لايك زي البروكينا مايد والهيدرالازين والاي ان اتش والاندوميت والحاجات دي كلها از بارت اوف لوبس بتعمل سيروسايتس. سيروسايتس يعني انفلاميشن اوف سيروس ممبرين. الواحد منهم بيكون هو هذا البريكارديوم او قد يكون يولد بسبب انفلتريشن. انفلتريشن ازاي؟ الليوكيميا او الليمفوما وعملت انفلتريشن او حاجه. او يكون مع الروماتيك فيفر. مش مع الروماتيك فيفر بيحصل بانكارديتس ولا لو حصل بريكارديال انفكشن. بريكارديتس از كومن لكن بريكارديال انفكشن معناه ان الحاله بتاعتنا سيفير. ممكن تحصل مع الفاميليال ميديترينيان فيفر كجزء من السيروسايتس. ممكن تحصل مع اليورينيا. يورينيا في بوزيشن اوف يوريميك فروست تؤدي الى بريكارديتس ويصل ام سي كيو. يعني بريكارديال رب او بريكارديتس ده انديكيشن فور دياليسيس. انديكيشن فور دياليسيس. يبقى دي اسباب كتيره تؤدي الى دراي بريكارديتس. دراي بريكارديتس مرض سهل مفيش فيه هيموداينامك تشينجز. كل ما هنالك ان فيه التهاب. التهاب في البريكارديوم هو زي درس انا جزء بلوزي برضه. هو جاست انفلاميشن وخلاص. الكلينيكال بيكشر بتاعتنا كسيمتومز وساينز. السيمتوم الاساسيه بتاعتنا هي كلمه بين. كلمه بين. لكن هتلاقي طبعا توكسيك مانيفستيشنز شويه. هتلاقي كلينيكال بيكشر اوف ذا كوز لو كان في سبب واضح تي بي مثلا او يورينيا هتلاقي المانيفستيشنز. هتلاقي كلينيكال بيكشر اوف كومبليكيشنز لو حصلت. لكن الكلمه الاساسيه دايما هي كلمه بين. والبين هنا يا اولاد بيكون اسمه ستيتشنج بين. ستيتشنج بين. هذا الستيتشنج بين بيكون نتيجة احتكاك ما بين الفيسرال والبارينتال لير. ستيتشنج بين. قلنا حاجة ان الانجينال بين ممكن يعمل اي نوع ما عدا كلمة سايبين كلمة ستيتشنج عشان المرض ده اللي هو كلمة ايه؟ كلمة بريكارديتس. هو طبعا بريكارديوم وبلورا لازقين في بعض. فساعات يبقى بلورو بريكارديتس. بيقول لك يقول لك الالم ده ممكن يزيد مع النفس يقل لما يوقف نفسه. فاهمني ولا لا؟ يزيد مع الحركة مع الروتيشن يقل لما يستريح. هي الفكرة كده ان هو اي احتكاك ربما يظهر هذا الالم. بيكون موجود ريتروسترنال ممكن يسمع في الباك يسمع في الكتف يطلع لفوق زي الانجينا لكنه بيكون ستيتشنج وممكن يبقى لوكالايز يعني ممكن يشاور عليك كده. ممكن يشاور عليك ممكن يحصل له راديشن مفيش مشكلة. لو حصل كومبليكيشنز في دايما اربعة كومبليكيشنز ممكن يحصلوا مع درايفر كاردايتس. الثلاثة اخواته وارثميا. يعني الثلاثة بيحصلوا بعد البريكارديتس. مين الثلاثة؟ بريكارديال انفيوجن وكونستريكت بريكارديتس وادهيز بريكارديتس. الثلاثة دول اخوات وكمان اصلا كونه يعني حتة كده ملتهبة وفوق العضلة بتاعت القلب فهي اريثموجينيك يعني ربما تؤدي إلى اريثميا. لما اجي افحص العيان ده كساينس
هقول كلمة بريكارديال رب وهقول بقى كجنرال ساينس الاقي فاهم، الاقي الساينس اوف ذا كوز والساينس اوف كومبليكيشنز. لكن الكلمة الأساسية كلمة اسمها بريكارديال رب. ايه البريكارديال رب ده؟ ده عبارة عن فريكشن ساوند، صوت احتكاك نتيجة الاحتكاك ما بين الفيسرال والبريتال لير. يتسمع احسن مكان ليه على البير اريا عشان ما تبقاش اللنج مغطيان، عارفين البير اريا طبعا. فده احسن مكان نسمع عليه البريكارديال رب. هذا البريكارديال رب يبقى صوت بيقولوا عليه فريكشن، صوت شارب، صوت تقيل، صوت جامد. البريكارديال رب بيتكون من 3 كومبوننتس، 2 دايستوليك و 1 سيستوليك. يعني هو اثناء الفنتريكولار كونتراكشن بيحصل واحد، اثناء الفنتريكولار ريلاكسيشن بيحصل كمان صوت، واثناء الاتريال كونتراكشن بيحصل صوت. يعني بص، فنتريكولار كونتراكشن، فنتريكولار ريلاكسيشن، اتريال كونتراكشن، دول اسمهم 3 كومبوننتس اوف ايه؟ يعني ثلاث تكات ورا بعض، ثلاث اصوات ورا بعض. يبقى هو بيتكون من 3 كومبوننتس. واحد والفكره ان بيحصل احتكاك ما بين الفيسترال والبريتال لير، فده بيحصل مع اي حركه في القلب. لو الحركه في القلب ايه؟ عمل فنتريكولار كونتراكشن، عمل فنتريكولار ريلاكسيشن، عمل اتريال كونتراكشن. طيب هو الفنتريكولار ريلاكسيشن والاتريال كونتراكشن اثناء الدايستول، والفنتريكولار كونتراكشن اثناء السيستول، يبقى 1 سيستوليك و 2 دايستوليك. عندي سؤالين ساذجين جدا، افرق ازاي البريكارديال رب من البلورال رب؟ البريكارديال مع القلب، لكن البلورال مع هو اللي وقف قلبك ولا وقف نفسك؟ وقف نفسك، فضل شغال يبقى بريكارديال رب، اختفى يبقى كان. طب ما جايز وانا ماسك السماعه احتكاك السماعه بالسكن، لا يعني فريكشن اوف سيسكو ممكن يعمل لي صوت زي الرب. اعمل ايه؟ امسك السماعه كده واعمل جود فيكسيشن، جود فيكسيشن والصوت ظهر معايا، يبقى دوت يبقى دوت بريكارديال رب، لكن الصوت اختفى يبقى ده كان فريكشن اوف السيسكوب. واضحه ولا ايه؟ طبعا هتلاقي كلينيكال بيكتشر اوف مانيفيستيشن عنده تي بي توكسيك مانيفيستيشن مثلا، هتلاقي الكومبليكيشنز اللي اتفقنا عليهم اربعه. هنعمل انفستيجيشن. الانفستيجيشن من الحاجات المهمه، وان احنا الانفستيجيشن بتاعت القلب عموما يعني بنعمل ايه؟ نعمل اي سي جي، نعمل اي سي جي، ها، وهنعمل اكس راي، ها، وهنعمل ايكو، ونعمل كاسيتر، وممكن حاجات لاب. المهم الاي سي جي هنا مهم، الاقي في اليفيتد اس دي سيجمنت، بس اليفيتد فين بقى؟ ان اول ليدز، هو اسمه بريكارديا محوط القلب كله، فهتلاقي اليفيتد اس دي سيجمنت ان اول ليدز. ممكن تلاقي ابنورمال كيو ويف، ممكن تلاقي اريزميا، ما هو اصلا اريزموجينيك، ممكن تلاقي اي حاجه. لكن الفكره ما هو جايب تشيست بينا، فلاقوا ازاي من اللي عنده ام اي ما هو عنده برضه اليفيتد اس دي سيجمنت. كان اليفيتد اس دي سيجمنت ان اول ليدز، لكن اللي كان عنده ام اي قعدت اقول لكم لابد ان هو يتبع توبوجرافيزم محدد ومعين. الكلام واضح ولا ايه؟ طيب ممكن اعمل له اكس راي، والله لو حصل الكومبليكيشن ده البريكارد الافيوجن هيبقى، لكن الاكس راي مش هيبان حاجه قوي. الايكو والله الايكو حلو، عشان لو في مينيمال بريكارديال افيوجن الايكو بيجيبه، حتى لو بالبوستيرو وول ممكن الايكو يشخصه. ممكن اعمل له الات سي بي سي واي اس ار وسي رياكتيف بروتين الاوندر، اعمل له رينال فانكشن عشان يكون السبب بتاعنا هو يوريميك ولا حاجه، يعني ادور على السبب. طبعا بيدخل كديفرنشال دايجنوز مع الكاردياك بين ولا ايه؟ العلاج بتاعنا ثلاث كلمات، عالج السبب، لو عنده تي بي لازم انتي تيوبركلوز. عالج السيمتوم بتاعتك، هتديله نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري اندوميتاسين. لو ما استجابش العلاج بتاعك ممكن تدي كولجيسين او تدي كورتيكوستيرويدز، لكن طبعا العلاج لو في سبب، يعني مثلا لو هو يوريميك يبقى لابد ان انا هعمل له هذا الدايلسيس، اوكي؟ وده سهل، وعلى فكره بيجي سؤال مباشر كده اللي هو الدراي بريكارديتس، مفيش فيه اي مشكله ولا اي خطوره، بس ما تنساش كلمه بين مهمه، كلمة راب مهمة، اليفيتد اس دي سيجمنت ان اول ليدز مهمة، اندوميتاسين كمان سيلولار انتي انفلاماتوري ايضا مهمة. بريكارديال افيوجن ده الدرس الكبير بتاعهم. يعني كوليكشن اوف فلويد في البريكارديال ساك، فبالتالي هيعمل لي هيموداينامك تشينجز، ها بريكارديال افيوجن. هذا الافيوجن ممكن يكون ترانسيوديت. يعني لما تجمع يا دوبك جاست مية باي ترانسيوديشن. يما يكون اكسيودت، يما يكون هيمو بريكارديم دم دم يعني، يما يكون كايلس يبقى اسمه كايلو بريكارديم. بص يا دكاتره، ها ترانسيودت، ها ترانسيودت دوت اللي بيكون اللي متجمع في الليود. انا بس عايز اخلص من الحته دي الله يبارك لكم، ركزوا معايا. لما اقول لك ترانسيودت، ها الفرق بينه وبين الاكسيودت، اولا البروتين هنا هيبقى اقل من 3 جرام بر دي ال، والال دي اتش هيبقى اقل من 200، والسبيسيفيك جرافيتي اقل من 1015، والخلايا
اقل من الفا خلايا بالكيوبيك مليمتر واي بلس اس. اعكس كل حاجه بلاقي يعني اذا الاكس البروتين اكتر من 3 جرام والال دي اتش اكتر من 200 والريزيل جراف دي اكتر من 1015 والواي بلس اس اكتر من 1000. اما الدم هيموبيليكارديوم هيبقى بلادي يحتوي على ار ديزيز بالهبل. وعلى فكره عشان القلب عمال يتحرك دي حركه تقوله على طول مش هيقف القلب يعني ما بيتجلطش. وهقول له اصل دم في البريكارديوم ما اتجلطش ليه؟ اقول لك ما القلب عمال يتحرك يعني مفيش ستاجنيشن مفيش فرصه اصلا ان هو يحصل له ستاجنيشن. الكايلاس ده ليمف والليمف اصلا بيكون وايت ميلكي وايت ميلكي جريزي مدهن ها بيحصل له كليرنس اون اديشن اوف ايثر بيسيح الدهون وبيتسبب اورنج بالسوزانتري. يعني انا بقولها كده من اول اهو انا هفرق زي ده ترانسفير ولا اكسل ولا هيمو ولا كايلو بريكارديان عن طريق ان انا بعمل اسبيريشن. الالجوريثم ده بيتحلل واقول هو ماشي مع المواصفات دي ولا دي ولا دي ولا دي عشان احدد النوع. اوكي فدي انفستيجيشن مهمه اسمها اسبيريشن عشان اطلع النوع بتاعه ودي المواصفات بتاعه كل واحد. طيب نمسك اول واحد الترانسيوليشن هو اللي هيعمل ايدينا حاجه زودت الهايدروستاتيك بريشر او حاجه قللت الاونكوتيك بريشر. فانا عندي هنا مثلا اقول لكم رايت سايد هارت فيلير اقول لكم ليفر سيل فيلير اقول لكم نيفروتيك سندروم. بصوا از بارت اوف جنراليزد ايديما يعني اي حاجه كاردياك ايديما هيباتيك ايديما رينال ايديما نيوتريشنال ايديما از بارت اوف جنراليزد ايديما ممكن يحصل بريكارديال انفيوجن. طيب لما تقول اكس يونت سهله جدا اول كوزز اوف دراي بلوريزي ها فاكرهم ايديوباتيك وانفكشن وايمنولوجيكال وياتروجينيك وانفلتريشن ويوريميك وايه فاهم الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها ربما تؤدي الى ايه؟ كلها ربما تؤدي الى ها اللي هو الاكسيوليشن. وساعات يبقى الاكسيوليشن ده يا ولاد هيموراجيك اكسيوليشن يعني يحتوي على بعض الار بي سيز اذا كان مثلا بوست مايكاردال انفاركت اذا كان السبب بتاعه تي بي اذا كان السبب بتاعه مالينجنس ها يعني هو اصلا فيه باص وفيه كل حاجه وفيه المواصفات اللي احنا قلناها دي كل حاجه هنا تبقى عاليه وفي نفس الوقت يحتوي على ار بي سيز فيبقى اسمه هيموراجيك او يكون هيمو ده بيور بلاد وده الحاجات الكوارث يا ولاد عاملين زي ايه مثلا؟ زي رابشر هارت خدناه مع مين؟ مع الام اي رابشر اورتيك انيوريزم واحد دخلنا نعمل له قسطره رابشر كرونري الحاجات دي كلها كوارث هيموراجيك بلاد ديزيز كان عنده انيوريزم في القلب ورابشر دي كلها حاجات يعني البريكارديا عامل يتنقل ايه؟ وعلى فكره ده اخطر الانواع ده الاخطر اصلا ده مشكله يعمل حاجه اسمها كاردياك تمبرات جيد او يكون كايلس في حاجه اسمها ثوراسيك داكت دي شايله ايه؟ الليمف فدي لما يحصل فيها تروما او تيومر يبقى تروما تو ثوراسيك داكت او تيومر عمل انفيجن للثوراسيك داكت تصب في البريكارديا او البلورا هتعمل لي كايلس فلويد فورميشن يبقى دي الاسباب بتاعتي هنا برضه جنراليز هنا كل اسباب الدرايف بلورز بس زودت ان ممكن يكون معاه شويه نزيف هيموراج نيمو حاجات كوارث اللي هو رابشر هارت ومش عارف رابشر بتاع ده كورونري وانيوريزم والبلاوي الهيموراجيك بلاد ديزيز انتي كواجلانت الكايلس حاجتين ثراسك داكت يا تروما يا تيومر واعتقد الكلام سهل. هيمو داينامكس الهيمو داينامكس مهمه لو ده القلب بتاعنا اهو دلوقتي بدا يتجمع عندي فلويد اهم من كميه الفلويد الريت اوف اكيوميليشن اوف فلويد يعني مرات يا ولاد يتجمع شويه فلويد صغيرين يعملوا بلاوي ويجمع دم كتير بس بياخد وقت كتير ما يعملش اي حاجه. عشان يجمع فلويد هنا ويعمل انترفيرنس ويز اكشن اوف مايوكارديوم عشان يعف الحركه بتاعت الكومبلاينس بتاعت الهارت لو اتجمع عندي اكتر من 150 سي سي بس بسرعه 150 ده مش كميه كبيره ده هو نورمال اصلا فيه حوالي 50 اكتر من 150 يتجمعوا بسرعه غير واحد تاني اتجمع عنده 2 لتر بس ببطء يعني ده اللي اتجمع عنده 150 بسرعه عنده كلينيكال مانيفستيشن اخطر من اللي اتجمع عنده 2 لتر ببطء يبقى الفكره مش كميه الفلويد بس الفكره كمان في ايه؟ في الريت اوف اكيوميليشن الريت اوف اكيوميليشن من الحاجات المهمه ايه المهم؟ اتجمع عندي فلويد حوالين القلب انترفير وذ ريلاكسيشن اوف اتريا لما هذا الاتريا ما عرفش يفتح فما رجعش دم فاصبح عندي سيستميك فينس كونجيشن شويه دم رجعوا شويه صغيرين فالدم راح اللنج شويه فاصبح معايا اوليجيميا في اللنج. طب بما ان كده الدم راح للليفت سايد يبقى انا معايا لو كارديك اوتبوت يبقى الكلمتين الكبار اللي هنقعد نلعب فيهم ها معايا ايه؟ معايا سيستميك فينس كونجيشن ها
ومعايا لو كاردياك اوت بوت دي الهيمودايناميكس سهله ولا عندي مشكله في الايه؟ في ريلاكسيشن في القنبله مش عارف يفتح فبالتالي ما استقبلش دم فاصبح عندي سيستميك فينس كونجيشن بما ان الدم اللي راح له قليل جدا شويه الدم اللي دخله غريب جدا فالدم اللي يوصل للنج قليل والدم اللي هيروح للليمفوسايت اساسا هيبقى قليل والدم اللي يمشي في الاورطه هيبقى قليل فاصبح معايا كلمه اسمها لو كاردياك اوت بوت فكسيمتومز وكساينس لهذا المريض ده حاجه ثابته سيمتومز وساينس لهذا المريض هنبدا نتكلم على حاجه اسمها لو كاردياك اوت بوت وسيستميك فينوس كونجيشن سيمتومز اوف بريكارديال ايفيوجن سيمتومز اوف بريكارديال ايفيوجن هلاقي عندي لو كاردياك اوت بوت وهرلي وهلاقي سيستميك فينوس كونجيشن وهرلي وهلاقي كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز وهتقول لي تي بي وتتكلمني كلمتين ترغي وهلاقي دي اللي انا هقولها بقى ما لازم اتكلم شويه هلاقي بين خلاص يا رخم وهلاقي بريشر مانيفستيشنز ممكن طبعا يحصل لي كومبليكيشنز لو كارديك او بوت زي ما قلنا امبارح مش هتكلم خلاص يعني سيستميك فينوس كونجيشن هي كسيمتوم وساينس كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز اس تي بي توكسيك مانيفستيشن مثلا يبقى عنده بين لاحظ الفرق الالم بتاع الدراري بريكاردايتس كان احتكاك كان ستشنج كان لا ده انا بقى في فلويد بعتهم عن بعض مفيش احتكاك اصلا تحول الى دال ايكنج بين يبقى انا عندي دال ايكنج بين هنا يبقى دال ايكنج بين ده بتاع مين؟ الفيوجن يبقى الفيوجن يؤدي الى طيب مش اصبح دلوقتي القلب كحجم هو القلب زي ما هو بس الميه اللي حواليه اصبح المساحه بتاعته كبيره يعمل لي بريشرز على الاستراكشرز اللي حواليه فيعمل بريشر مانيفستيشنز يضغط على الاسوفجس يعمل ديسيشن وعلى التراكيه يعمل براسي كاف وعلى الليفت ريكارنس الارينجال نيرف يعمل فورسنس اوف فويس واصلا ضغطت على اللنج وعلى كل حاجه يا عم ما يتحسنش يا راجل لما يعمل كده ها يمين كده لقدام لما يعمل قدام الاسبيكتو جراف ينزل الايه؟ لما ينزل الميه كده او فلويد كده يبدا القلب بتاعه يفتح ويدخل شويه دم وفي نفس الوقت بيريليف البريشر بيقول لك ده واخد وضع الصلاه يقول لك دي برين بوزيشن او ليننج فورورد بوزيشن عشان يبدا ايه؟ يبدا يتحسن شويه تمام؟ يبقى احنا عندنا لو كارديك اوت بوت وستيمولاس كونجيشن وكلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز وضال ايكنج بين هاف البريكورديوم وعندي بريشر مانيفستيشنز على الاستراكشرز اللي حواليه فبناء عليه المريض بيستريح اون ليننج فورورد لما اجي افحصه انا بقى كساينس انا اللي هلاقيها كساينس يلا اول حاجه هلاقي لو كاردياك اوت بوت وثاني حاجه سيستميك فينوس كونجيشن هلاقي عنده برينج بوزيشن اللي هو واخد الوضع ده واخد بالك عشان البريشر مانيفستيشنز كلمه لو كاردياك اوت بوت عايز اخلص منها العيان ده يا اولاد هيبقى عنده لو سيستوليك بلاد بريشر وهيبقى عنده ويك رابت بالس عنده ويك بالس ويحصل له كلمه اسمها بالسس بارادوكسس هيحصل له مشاكل سيستميك فينوس كونجيشن ومن الحاجات العملاقه هنا كلمه اسمها كونجستد نيك فين وكمان ممكن تبقى كونجستد نون خليها بس نيك فين دي فيها لوحدها يا اما كونجستد بالسيتنج اور نون بالسيتنج ويحصل له كلمه اسمها كوزمون ساين ويحصل له حاجه اسمها دي اكس وكلمه اسمها دي واي هيحصل له سيستميك فينوس كونجيشن عنده كونجستد نيك فين وهيحصل له اسايسس وهيحصل له ايديما حلو كده والاسايتس ممكن تحصل قبل الايديما هيبقى اسمها اسايتس بريفوكس بصراحه انا عندي هنا ثلاث حاجات لازم نشوفها بالتفصيل اولا بيحصل لهم حاجه اسمها بالسس بارادوكسس بالس بارادوكسس باي ديفينيشن مارك دروب ان سيستوليك بالس during inspiration by more than 10 مليمتر مركبي ايه اللي حصل يا ولاد المفروض ان احنا اثناء الانسبيريشن اللنج بتعمل ايه اكسبانشن which retains some blood from left side يبقى الدم رايح left هنا بقى ايه بقى قليل بس خد بالك فالدم اللي هيمشي في الاورطه هيبقى فيبدا المفروض ان البالس فوليوم يقل اثناء الانسبيريشن بس الدنيا مش كده لان اثناء اللنج اكسبانشن يا اثناء الانسبيريشن بيزيد الفيلوسيتي فالدم اللي جاي هنا بيوصل كده 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 لغايه هنا فبيعوض شويه يبقى تاني during inspiration there is lung expansion which retains some blood from left side يؤدي الى نقص البالس فوليوم
بس بنفس الوقت ده مع الانسبريشن زادت بينا سيزن فزود الدم رايح لله فزق شويه دم من اللي قاعدين فالبلس فوليوم قل حاجه بسيطه الحاجه البسيطه دي اقل من 10 ملم يعني نورمالي ديورنج السيستول يا اولاد نورمالي ديورنج الانسبريشن يس نورمالي اثناء الانسبريشن البلس فوليوم بيقل بس بيقل اقل من كام هو ليه بيقل في لونج اكسبشن ريزنس ان بلس فروم ليفت سايد طب ليه اقل من 10 عشان ربنا عوضها بحاجه اسمها فينس شاطر فهمني اللي عنده بريكارديال ديزيز سواء بريكارديال ايفيوجن او كونسبت بريكارديز اخبار الناس بتقول ايه؟ لا مش عارف يرجع كويس فبالتالي قل بس قل اكتر من كام؟ طب هل ايدي حساسه قوي انها تظبط لي الحوار ده اللي هو بتاع ايه اقل من 10 اكتر من 10 بص لو الموضوع ماركت قوي يعني مثلا هو مثلا كان كام 150 ونزل بقى 100 يعني حوالي التلت او اكتر من التلت ممكن يجي تظبطه يعني انا حاطط ايدي كده او حتى على الفيمور اظبطه فاهمني ولا يعني اقول له خد نفس والاقي فعلا ان هو قل لكن لو الفرق 15 20 8 مش عارف ايه لازم يكون بكذا يبقى انا بقيس السيستوليك بلاد بريشر ديورنج الاكسبيريشن ثم ديورنج مش كده ديفينيشن مهم يعني ايه كلمه بالسس بارادوكسس مارك دور يعني ربطهم حاجه السيستوليك بالس يعني انا قست السيستوليك بلاد بريشر بس ديورنج الاكسبيريشن باي مور ذان 10 هو كلمه 10 مهمه لانه اساسي بيقل بس اقل من كام مفهوم ولا لا طب هل السبب الوحيد اللي يعمل كده كونستريكت بريكارديس او بريكارديال ايفيوجن اي حاجه تقل من السيستم هناك واحد عنده حتى بص يا دكتور ادفانسد رايت سايد هارت فيلر واحد عنده سي او بي دي او سيفير برونكال ازمه فبينا سيستم مش عارف يرجع يعني اذا هي مش خاصه بده مفهوم ولا لا يبقى في سبيشال كاركتر هنا اسمها بالسس على فكره موجوده في كل المسائل بتاعت البريكارديال ايفيوجن ده كيسز هنحلها هتلاقي فيها كلمه بارادوكس دي كتير خلاص هو مش لازم يقولها كده يقول لك ويز بالس دروب ديورنج انسبيريشن مارك دروب ديورنج من اسمها بالس بارادوكس تشخص منها يا بريكارديال ايفيوجن يا كونستريكتد بريكارديس حلو الكلام يعني يحصل لي كونجستد نيجن وكلام منطقي جدا انا دلوقتي عندي الايفيوجن اهو او نفس الكلام ده بيتقال مع الكونستريكتد ونركز بقى فانا عندي سد هنا ضغط على الاتريوم وكمان يا ولاد قفله الاوستيا بتاع السبور اللي فيه جاب طب ما احنا كان عندنا هنا حاجه اسمها نيجن والنيك فين دي اصلا كانت تمثل مين؟ الرايت اتريوم عشان هم متصلين ببعض عن طريق السوبيريور بينا كابه قلنا حاجه ان لما البريشر هنا بيعلى هيعلى ايه؟ يعني هي يعني اصلا الانترنال جاكولا فين ده ريفلكس مين؟ الرايت اتريوم مش كده ولا لا؟ فاحنا عايزين نقول حاجه بسيطه الموضوع كله ايه شغل فيزياء يعني انا عندي دلوقتي حاجه يا ولاد قافله هنا لما اكون قافل دي السوبيريور بينا كابه من هنا اخبار الدم اللي هنا ايه؟ كتير هو مش عارف يدخل بقى يبقى مش عارف مش انا عندي اصلا سيستميك فينس كونجيشن فمش عارف يدخل فاصبحت النيك فين كونجستد وبقى سيت لو الموضوع سيفير قوي وقفل الفتحه دي تماما والكونجيشن اللي هنا سيفير قوي هتظهر النيك فين وكانها كونجستد نون يعني ممكن تكون كونجستد بالسيت او كونجستد نون مين اخطر؟ لان دي معناها ان الحاله بتاعتي سيفير يعني كونجستد نون بالسيت يعني سيفير ديزيز دي حاجه الحاجه الثانيه اي حد مننا لو عنده شويه نيك فين قلنا له خد نفس مش النفس ده اللي يزود النيجاتيف بريشر يشغل الشفاف يسحب الدم من بره صح ولا لا؟ يعني مثلا باخد نفس كده فانا بجيب الدم من بره يعني نورمال نيك فين يحصل لها ايه؟ انسبيراتوري امتن بص السكون ده بص الشخص ده بص العين ده لما يجي ياخد نفس الله يجي يحصل لها اكسبانشن فاهم ايه اللي تحت شويه وفي اكسبانشن يروح ساحب الحته بتاعت القلب كده لتحت شويه فتلاقي الميه اللي حواليها القلب ضغط على الاتريوم فالاتريوم مش عارف يستقبل دم يا ولاد انا عندي ميه هنا عندي ميه هنا ضغط على مين؟ وبعدين اللانج كمان عملت اكسبانشن ضغطت هي كمان على البريكارديوم اللي هو ضغط على الاتريوم دول طب ما احنا طبيعي اللانج بيحصل لها اكسبانشن وبتضغط على الاتريوم اقول لك لا هي بيحصل لها اكسبانشن بس ما فيش حاجه حوالين الاتريوم يعني ما فيش بريكارديوم ولا كونستريكشن ولا حاجه تضغط على الاتريوم الغريب هنا ايه؟ ان اللانج عملت اكسبانشن كبرت راح طالي على هذا البريكارديال ساك راح ضغط على الاتريوم المهم المفروض كان الدم اثناء الاسبيريشن يدخل ما دخلش اصبحت النيك فين اثناء الانسبيريشن بالعكس ده بتتملي حصل انسبيراتوري فيلينج وهذا الانسبيراتوري فيلينج اسمه كوزمول ساين انسبيراتوري فيلينج اوف نيك فين اسمها ايه؟ كوزمول ساين نمره ثلاثه يبقى عندي كونجستد بالسيتنج اثنين كونجستد نون بالسيتنج ثلاثه كوزمول ساين عايز تقول اربعه بقى ديب اكس وديب واي ركز معايا انا همثل اللي عايز يفهمها يفهمها اللي مش عايز توصل متحرق اصلا ده البريكارديوم وده القلب ماشي يا ولاد
الويبس بتاعتنا عندي حاجه اسمها اي اكس في واي راجع معايا الاي انتر كونتراكشن الاكس انتر ريلاكسيشن الفي فينس ريتيرن الواي انتر كامبين فلنحوا الايه والاكس والفي والواي انا بقول عندي حاجه اسمها ديب اكس يعني الاكس تبقى كبيره ممكن تفهمني يا دكتور هو دلوقتي لما يكون عندي ميه هنا ميه حوالين القلب كده بص هو شغل فيزياء هو اصلا صابين ايه فيزياء انا عارف بص عندي ميه هنا لما بيحصل كونتراكشن لهذا الفنتريكل بيظهر ولا بيكبر؟ لا حول ولا قوه يعني بيدخل جوه كده صح؟ فلما يدخل جوه كده تحول من المنظر ده الى المنظر ده فراح شويه فلويد من هنا ايه؟ نازلين طب كان مضغوط عليه كده صح؟ هو عمل كده هو عمل ريلاكسيشن جامد قوي يعمل حاجه اسمها ديفكس طبعا في ناس اللي مش شايفينها وانا شفته كنت اهم شايف بس هتعبوني بص يا دكتور والله سهله مش لما حصل فنتريكل كونتراكشن صغر فلما صغير كده راح تزود الـ NA نازل فراح الـ FM هو احنا دماغه مضغوط عليه كان عامل اكسيشن قوي فلما عمل الاكسيشن قوي بس اسمها ديب والله سهل طب الحاجه الثانيه عشان عندي فلو ضاغط عليه كده من هنا لما يجي الفلو يجي الدم ينزل 70% مضغوط عليه من بره فينزل بسرعه يعمل حاجه اسمها ديب واي بس اقسم بالله ديب اكس وديب واي ده كلام كفر وده علم حرام ولا يمت للواقع بصله بس اللي عايز يعرفها يعرفها ديب اكس وديب واي ماي اوكير ان كونستركتيف بريكاردايز اور بريكارديال ايكول ايه كافيني جدا تقول لي كونجستر بالسيتنج وكونجستر نون بالسيتنج وكوز مور ساين وزي الفل تمام تمام الحاجه اللي بعد كده ايه كوز مور ساين مين بيقول لي ايه كوز مور ساين دي؟ يعني الفيرال ريفيلنج اوف ايه؟ بص يا ولاد يحصل اسايتس واديما طول عمرنا طول عمرنا عارفين ان مريض القلب بيحصل له اديما 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 ثم يعني يشبع الاول اديما بعد كده يجي له مين؟ الا حاله واحده في الطب اسمها اسايتس بريكوكس بريكوكس يعني بدري يعني اسايتس الاول اسايتس بريكوكس مينز اسايتس بيفور لور ليمب اديما ان كاردياك بيشنت ودي بتحصل مع مرض مع تريكاسبيد ديزيزز ومع البريكارديا ديزيز ايه الفكره والفصاحه؟ بص يا ولاد ده كده هنا الليفر اهو وده الدايفرام وده الدايفرام طبعا بيعمل الليفر بيعمل درجه عن طريق التوب الباتريك بينز اللي هيصبه فين؟ اللي من الكبد اللي رايح للقلب القلب اللي قدام تقريبا واخد المنظر ده عامل كده الرايت كوردر بتاعنا ده يا ولاد الحته دي كده المظلله دي الرايت افيو ركزوا معايا شويه الله يبارك لكم ركز بقى معايا ركز معايا واحد عنده تريكاسبيد ريجرس او ستينوزس تريكاسبيد ستينوزس الدم عايد هنا تريكاسبيد ريجرس الدم بيرجع هنا المحصله واحده ايه اللي حصل في رايت افيو طب ايه رايك ان رايت افيو جابت كده راح ضغط على الدايفرام عمل كينكلينج للتو هيباتيك فينز لما حصل فيهم كينكلينج البريشر جوه الليفر بقى لما زاد الهيدروستاتيك بريشر في الليفر يرشح يعمل اسايتس ولا اديما؟ اكيد يعمل اسايتس بيحصل اسايتس قبل اديما واحد عنده بريكارديال ايجيوريوم ضغط على مين؟ ولما ضغط عليه عمل كينكلينج للتو هيباتيك عمل ايه في الهيدروستاتيك بريشر؟ فيبدا يحصل له ايه؟ اسايتس اما يحصل اديما يبقى اسمها اسايتس بريكوكس هو على فكره هيحصل له اديما واسايتس بس الفكره الترتيب مين اللي حصل الاول؟ حصل اسايتس ثم بعد كده لور ليمب اديما انا بتكلم على الساينس بتاعت البريكارديال اديوري قلنا في الساينس في لو كارديال او بوت الحاجات العاديه ويك بالس ولوز ستولك بلاد بريشر وزودنا كلمه مهمه اسمها بالس باراروسا ولما جينا اتكلمنا على السيستميك كونجيشن كان في كلمتين مهمتين النيك نيم فيها تفاصيل وفي كلمه اسمها اسايتس بريكوكس لكن ما تنساش يا دكتور النوكاساينس واخد البرينج بوزيشن النوكاساينس هتلاقي التوكسيك مانيفستيشن لو كان المرض بتاعنا مثلا تي بي انا هلاقي المشكله بتاعت السبب حلو كمان هنا وانت بتتكلم هنا في حاجه اسمها كاردياك تامبونات الكاردياك تامبونات هو الاكيوت سيفير فورم اوف بريكارديال افيوجن وغالبا يا رب يكون هيمو بريكارديوم اللي بيحصل نتيجه الرابشر هارت ودي وصفها واحد اسمه بيك وسماها بيك سندروم البيك سندروم ده بيقول لك ايه او بيك ترياد يعني ده بيشخص الكارديك تمبرال يقول لك هتلاقي انا عندي ثلاث حاجات انتوا فاهمينهم دلوقتي اول حاجه يقول لك صادني كده بقى عنده فيري ويك سيستوليك بلاد بريشر لو سيستوليك بلاد بريشر دي تمثل لو كارديك اوت سيفيرلي كونجستد نيك فين ايوه سيستوليك بلاد كونجشن وديستنت هارت ساوند اسمع اصوات القلب ديستنت بعيده مش عارف اسمعها لان بقى حواليها منطقيه ولا لا الكلام منطقي ولا لا يا اولاد؟ ها يبقى دي كلها حاجات بشخص بيها كلمه اسمها كارديك تامبرات. طيب هنيجي بقى لحته اسمها لوكال ها لوكال اكزامينشن هعمل انسبكشن
بالبيشن مع كل اسف والالم بركشن واوسكالتيشن المره الوحيده في الكتاب اللي فيها بركشن. يلا يا ولاد انسبكشن. لما اجي اقول انسبكشن هنا طبعا هو انسبكشن لو كان طفل صغير وعنده لونج ستاندنج بريكارديال انفيوجن ممكن يعمل حاجه اسمها بريكارديال بالم. خلاص لما اجي اعمل بالبيشن اخبار البالسيشنز ايه والايبس؟ اذا كانت الايبس شخصيا ابسنت او بعيده فما بالك بالاذر بالسيشنز؟ يعني ممكن عنده ابسنت ايبس وابسنت وفول كاردياك بالسيشن بس هي اهم واحده فيهم طبعا يا جماعه مين؟ كانت الايبس. حتى لما اجي اسمع الاصوات اخبار الاصوات ايه؟ لا بعيده ضعيفه جدا ما انا عندي بارير كبير بركشن. هي اول خطوه في البركشن كنت بجيب الاول بوردر وفليبر كده وبعدين اطلع فوق سبيس او اثنين والف كده الاقي ضامس او سايز رايت سيجنال بوردر ليه؟ المية بقى مش وقت ابنة دي المية بقى المية جماعه هنا اجي على البيس فاكرها؟ لو عم بركشن هو واقف ولا هو نايم؟ فوق معايا شوية انا عم بركشن هو نايم فالمية كانت فوق هنا فعملت بركشن هنا وهنا لقيتها ضل قلت له اقعد وسنيت شوية خبطت لقيتها ريزونس ايه اللي حصل في الفلويد؟ يبقى شفت الاضانس يبقى لا شفت الاضانس على مستوى مين؟ البيس هعمل بركشن من بره الايبس ده من بره الايبس الاقي ضامس او سايز ايبس مين اللي عمله؟ الميه ما عندي ميه اجي اخبط على السيرنال كده الاقي فين؟ الاقي السيرنال ضامس لان في عندي ريكارد الافيوجن مش كده وبس اقعد العيان واجي القلب اهو وفي ميه هنا راح الضغط على اللنج الشمال اجي من ورا في الاستعمال الاري هنا اروح مخبط هنا الاقي المكان ده فيه ضامس ليه؟ قال لك اصل الفلويد والقلب راحوا ضغطوا على الليفت لنج عملوا فيها كولابس فتلاقي ضامس عند الليفت سكابلر. ها يبقى انا عندي شويه حاجات في البركشن يلا. الاقي ضامس او سايز رايت سيرنال بول. شفت ان ضامس على مستوى البيت. ضامس او سايز ايبكس والاقي فيه سيرنال ضامس. واعمل بركشن في الليفت سكابلر الاقي فيها ايه اللي حصل؟ ايه ورك ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل؟ ان القلب والميه اللي حواليه راحوا ضغطوا على مين؟ فهمت ولا لا؟ يلا عايز شويه فهمتي بقى. عايز انفستيجيشنز كتير. لا بس ملوني عشان ايه ما انساش حاجه. يلا يا دكتور هنعمل ايه انفستيجيشن حتى قال اعمل بلين اكس راي ماشي ها اي في جي ماشي ايكو ماشي ها اسبيريشن طبعا مهم وسي في وام ار اي ماشي وكمان حاجات ليه يعني لو عندي مثلا فور ايتيولوجي طيب اكس راي يبقى اكس راي مهمه جدا الاكس راي هقول لك كلمه قولوا لي ليه اولا الهارت فقد الكنترول بتاعه القلب الطبيعي القلب الطبيعي في البتاع كان يعني بص كده ويست كده وبتاع وحركات وكده مش الكلام ده انا عندي ميه فبالتالي القلب فقد الايه؟ ها المنظر ده اللي بقى فيه ميه حواليه فقد المنظر الكنترول ده كله بقى فانا عامل كده زي البصلايه كده في وسط البتاع انا المنظر ده اسمه ايه؟ ها فلاسكو شيل. طب لاحظوا حاجه القلب هنا جوه ده فيه دم وفيه ميه وهنا فيه ميه بس لما يكون دول طبقتين على بعض يبقى ابيض قوي ده اقل بايض دي كان اسمها دبل بولدور وسمول وسيمتريك حلو كده مش كده بس اخبار اللنج ايه؟ وليجيميك ليه وليجيميك؟ لان اصلا مفيش دم راح للقلب مفيش دم راح لمين؟ مش كده بس لما اجي اعمل له الاكس راي المالتيبل بوزيشنز يعني في السكرين حتى ولا بتعمله ازاي؟ تميله كده؟ طيب لا الميه راحت كده تميله كده تلاقي الميه يعني الميه بتتحرك اكوردنج تو مين؟ ها البوزيشن فاهمين ولا لا؟ دي مهمه وبعدين تلاقي الميه بتتغير يوم بعد يوم يعني تزيد او تعمل له اكس راي كل يوم عماله تتغير معاك يعني تلاقي في تغيرات كتير بتحصل. طيب ده بالنسبه للاكس راي ودايجنوستيك وحلو وزي الفل. نعمل اي سي جي مش هتفيدك في حاجه قوي لكن هتلاقي لو فولتج اي سي جي حد يشرحها لك ميه كتير فتلاقي الاشعه بتاع رسم القلب طبعا بيشوف الكهرباء فالكهرباء مش عارفه توصل قوي. ايكو دايجنوستيك الايكو حلو يعني الايكو يقول لك الفلاويد والكلام والحاجات دي كلها. اعمل اسبيريشن افرض انا اربع حاجات ترانزيت ولا اكسيدنت ولا هيمو ولا كانت بالطريقه اللي قلناها من شويتين نعمل اسبيريشن منين؟ نعمل زي الاستنر كده منين؟ انت بتتكلم على الدولور انا بتكلم على البريكارد اوكي؟ او اجي من البريئه دي اسحب في الاول حلو كده واحلله. طيب طبعا في مشاكل من السحب انك تدخل انفكشن انك تعمل دامج لاي حاجه تعمل هيموريج وهكذا. السي تي تطلع الانفيوجن لو كان اقل من 50 سي سي الام ار اي تطلع لو كان اقل من 30 سي سي
ولما رايك حديثا بيديك فكره عن النيتشر بتاعته ده. يعني يقول لك ده ممكن يبقى كذا، يقترح ان هو كذا، بس كده كده انا بعمل ايه؟ انا بعمل اسبيريشن حتى عشان اريح العيان. يبقى دي انفستيجيشنز مهمه، انفستيجيشنز هامه خلاص. تريتمنت تريتمنت بتاعنا في ميديكال، الميديكال عالج السبب. لو عنده تي بي، وعلى فكره تي بي انا عمال اقوله هو السبب المشهور، يعني انت لازم تعالج التي بي. وانت بتعالج التي بي هنا بتدي الانتيبيوتيكس، بتدي معاه كورتيزون عشان يمنع الادهيشن. اصل هو التي بي هيعمل فايبروزس، فيحول البريتارد للايبولا للكونستريكتيف. وانا بدي علاج التي بي بدي معاه كمان مع استيرويد عشان امنع الادهيشن وامنع الفايبروزس. تقول يا سلام، هو التي الكورتيزون يقلل المناعه؟ ما انا بديه اندر امبريلا اوف انتيبيوتيكس. انا بديه وانا بدي ايه؟ يعني مش بدي كورتيزون بس، انا بدي الانتي تيوبيرلوس وبعدين ابدا ادي مين؟ الكورتيزون عشان امنع هذا الادهيجن. اوكي. الحاجه الثانيه، لو كان ضغط قوي وعم مش قادر ياخد نفس وهيتنفس عايز تعبان، اعمله اسبيريشن، اعمله ريليف، ريح العيان، اعمل اسبيريشن. طول ما انا بعمل فتحه عشان احلله، لا ده كان دايجنوستيك حتى ثيرابيوتيك. اسحب، لا واخد بالك، اقعد اسحب كتير. ساعات لما يعملوا افكار يعني يقول لك ركب له تيوب اول وافتحه على البلوره على اساس ان البلوره ايه؟ واسعه، وبعدين البلوره تفضل بسهوله مثلا. يعني يعمل حاجه اسمها بريكارديو بلورال ويندو، ده هبل. بيعملوا حاجه اسمها ثيراكوسكو، بيدخل كده بمنظار ويبدا يشوف المشكله فين. بص يا دكتور، لو الموضوع متكرر وقالف العيان، بتعمل حاجه اسمها بريكارديو ديزيس. يعني بيحقن كده زي انتيبيوتيك تترا سايكل عشان يبقى حاجه سترايل يعني، ويلزق الطبقتين في بعض. بس طبعا في مشكله، انا حولته من ايه؟ من الفيوجن الى كونستكتيف بريكاردايز. او في حاجه ثانيه، ايه رايكم ما تدخلوا تشيلوا خالص؟ يدخلوا يعملوا اوبن ذا هارت سيرج، يبدا يقشر الايه؟ البريكاردايز ده، ويشيلوا يعمل حاجه اسمها بريكاردياكتومي. يبقى انا هعالج السبب، هعمل ثيرابيوتيك اسبيريشن. ممكن اعمل بريكارديو ديزيس وممكن اعمل بريكاردياكتومي. يبقى دي الحلول بتاعتنا. لكن طبعا لو في سبب لابد ان احنا نعالج هذا السبب. كونستركتيف بريكارديتس اشهر حاجه في دي، التي بي ما اتعالجش، فحول الانفيوجن الى ايه؟ الى كونستركتيف بريكارديتس. فذا كومنست كوز اس تي بي. الهيمودينامكس از بريكارد الانفيوجن وهي بسرعه. عندي فايبروز حوالين القلب، ابتو كلاسيفيكيشن كمان، انترفيو ويز ريلاكسيشن، الدم مش عارف يرجع، بقى معايا سيستميك فينس كونجيشن، مفيش دم راح للقلب، مفيش دم خارج منه، بقى معايا لو كارديك اوتبوت. يلا عايز سيمبتومز وساين سيمبتومز. هتكلم على اللو كارديك اوتبوت، وهتكلم على سيستميك فينس، نو تشيست بين، نو بريشر مانيفستيشنز، النحو ها، نو تشيست بين، مفيش خلاص، طيب روز، نو بريشر مانيفستيشن مش كبير، بالعكس ده صغير، لكن انا معايا سيستميك كونديشن ومعايا لو كارديك اوتبوت. بيحصل اريزميا، بيحصل ممكن اريزميا، نيجي كساينس، يلا كساينس، لو كارديك اوتبوت ويك رابيد بالس ولو سيستوليك بلاد بريشر وبالسس. برادوكسس هي يا ولاد والله. دلوقتي انت بتنحني معلش، انت بتنحني ليه؟ ما نفس الكلمتين. طب سيستميك فينس كونديشن، كونجستنج فين واللارجر تندر ليفر، ونفس الحاجات اللارجر تندر ليفر وكونجستنج فين وايديما واساس كل حاجه، كل حاجه يا ولاد هي هي نفس الكلمتين. طيب يا دكتور، لما نيجي نفحص القلب مش نفس الكلمتين. خد القلب الثاني كان ايه؟ هنا الدنيا مش كده، بالعكس هنا ايه؟ صغير ده، حصل فيه فايبروز، فصغير بقى بريجولار هارت. بس عشان عليه فايبروزس يا ولاد، ممكن تلاقي الابكس ضعيفه شويه، واخد بالك؟ وتلاقي كمان ايه؟ ممكن تلاقي لما تيجي تسمع اصوات تبقى ضعيفه، بس الفكره هنا بالفايبروزس. مش ميه، القلب مش كبير، البركشن والحوار ده مش نافع هنا. يعني هنا انسبكشن بالبيشن وستراتيجي، ما قالش بركشن، مش هيبان معاها حاجه. طيب يلا انفستيجيشنز. بس هو في حاجه في الاوسكالتيشن اولا اللي عايز، بس ركزوا جامد في حته كده في الاوسكالتيشن. مش احنا عندنا ادي الفنتريك اللي هو مثلا انا لازم فيه هنا في ايه؟ في فايبروز، حلو؟ مش كان في 70% بينزلوا وبسموا؟ فبينزلوا كان الفنتريك ده بيفتح، وهو بيفتح كده، وهو بيفتح يا ولاد يروح خابط في مين؟ في الفايبروزس، فيعمل لي صوت نق، يقول لك بريكارديال نق، يعني خبطه. اس 3 النحو هو ايه اس 3 ده؟ هم عايزين يعملوا صوت؟ لا، ليه؟ لان الفنتريكل وانا دلوقتي فقدت ليه؟ بس فقدته ليه؟ انت عرفت الفنتريكل ولا عرفت البريكارديا؟ خلاص، يبقى الفنتريكل لو فتح يروح خابط في مين؟
الخطه دي ولا بريكارديال لاك اللي هي بديل اس 3 كده حاجه لو قلت اس 3 تمشي اقول ثاني ما فيش مساحه يعني مش هو مش هتعمل كونتراكشن ماشي السكشن ما بلاش مين يا ده هتلاقي القلب حواليه ريم اوف كالسيفيكيشن ما هو اي فايبروز ما بيحصل حواليه سواء في اللاترال فيو او في البوستر انتيريور فيو فتلاقي كده في كالسيفيكيشن حوالين القلب ده في الاكس راي الاي سي جي لو فولتج الايكو دايجنوستيك السي تي والام بي اي اول مش محتاج ان انا اعمل اسبريشن اللي هي اصلا عندي حاجه بيعملوا قسطره بص الرخامه بقى الحته اللي جايه دي رخمه بصراحه انا شخصيا منفذاني يعني هلا لو عملنا له قسطره هنلاقي حاجه اسمها سكوير روت مانر ايه بقى اللي حصل ده الفنتري حلو كده واللي حواليه الاحمر ده الكونستريكتد بريكاردايتس فانا دخلت بالقسطره لغايه الفنتري كده هنا دخلت بالعربيه قسطره سلك طويل رفيع كده وبعدين دخلت لغايه مين لغايه البتاع ده حلو كده وقعدت هنا فهو بيعمل ريلاكسيشن البريشر بدا ايه او تظهر البريشر بدا ايه ينزل ها ايه هو البريشر بيقل مش انا دخلت لغايه هنا فالبريشر عمال ينزل بعد ما البريشر نزل ما بقاش ينزل تاني عمل بلاتو صباح الفل لانه ايه مش عارف يعمل لازمه تاني ليه لان خلاص في حاجه قافله من بره اللي هو الفايبروزس يعني هو البريشر نزل شويه عمل ريلاكسيشن شويه وبعدين بلاتو بقول لك بما ان البريشر نزل شويه وانا عمل بلاتو لك المنظر ده يعني شبيه علامه الجذر التربيعي ها فهمت ليه بنجي على الهندسه دي واخد بالك قال لك عليها سكوير روت ساين ينع الامور حلو كده ها اصل مش معقول واحد عنده كونسبت بركاز عامل قسطره يعني هدخل نخرج في الناس فاهمني ولا لكن يعني كلام انلوجيك لكن اوكي ها موجوده في الكتب القديمه ها سكوير روت ساين اللي بتحصل مع الكونستريكتد بريكاردايتس ماشي يا اولاد العلاج ها علاج السبب لو في تي بي تعالج التي بي وتعمل بريكارديكتومي يشيله سريعا الهز البريكاردايتس حصل نتيجه ما بين البريكارديوم لو ادي القلب اهو وادي البريكارديوم من الطبقه الفيسرال اهي المشكله في الايه في البريكارديوم لازم بقى في الاستراكشر اللي حواليه طبعا ده رير ديزيز هو رير لي تو كير ويز روماتيك فيفر يعني هو اصلا حاجه في النوادر يعني مش مهم ها اللي ما فيهوش هيمودينامكس ولا حاجه كل مشكلته في حاجه يا ولاد ان لما يجي القلب ده عشان يتحرك كده جوه ممكن يشد المنطقه اللي حواليه كلها فده العين ايه كده بص يا دكتور العين كده المنطقه دي كلها والقلب بتاعه بيعمل كونتراكشن مع كل سيستول عمال يعمل كده عامله زي كل لابس حزام عليه كده ريتراكشن كده ها يقول لك بروت بين ساين يعني ايه لما يكون حزام عريض ساين عمال يعمل كده ها ايه اللي حصل يعني ايه اللي حصل هو كل ما الفنتريكل يعمل كونتراكشن يسحب عليه ها الليير سليب هو طبعا ها ولا هي اللازمه وطنش وفكك وكبر دماغك كل حاجه بص يا ماشي يا وبعدين نقلبهم في ثواني اوكي مش هتبص هو سكيم اول ما تقلبها ودي اصلا في حته من السكيم انتوا عارفينها يعني قلناها اللي هي بتاعت اللوكال خلاص يلا احنا عايزين اي فالفلور ليجن عايزين نعرف الايتيولوجي بتاعه وعايزين نعرف الهيمودينامكس اللي هو عن طريق الهيمودينامكس نقدر نطلع الكلينيكال بيكتشر كسيمتومز العين بيشتكي منها
أو ساينس حضرتك بتشوفها، والساينس اللي قد تكون جنرال وقد تكون لوكال وقد تكون في صورة كومبليكيشن. ولما نيجي نغطي النقاط، يعني لما أقول لك كلمة إتيولوجي، الإتيولوجي ده أصلا ما بيخرجش من كلمة روماتيك فيبر هنا في مصر، أو كونجنتال أو فانكشنال، وأحيانا يبقى فيها أشياء أخرى أدرس. الهيموداينامكس لو ما كانش معاك الرسمة بتاعت القلب اللي هي فيها الهيموداينامكس الطبيعية وتلعب فيها مش هتعرف تمشي، فبالتالي احنا هنثبت المنظر بتاعنا ده هنا اللي هو بتاع الهيموداينامكس. ها منظر الهيموداينامكس اللي هو سريان الدم يمشي ازاي. ها الدم بيرجع عن طريق السوبيرو الانفير فينا كذا يوصل للرايت اتريوم وعن طريق الترايكارب الرايت فنتريكل، بعد كده في بالمونري ترانك بيودي الدم ليه لانس على الناحيتين، بعد كده عن طريق الفور بالمونري فينز الى الليفت اتريوم وعن طريق الميترالي ليفت فنتريكل، بعد كده في اورتا بيودي الدم لكل اجزاء. وصل يا هتقول الهيموداينامكس ومنها تطلع الكلينيكال بيكشر. الكلينيكال بيكشر هي سيمبتومز وساينز. معظم الحالات في الاول لو المايلد كيس تبقى سيمبتوماتيك، بعد كده يبدا يظهر عنده سيمبتومز من الهيموداينامكس. الساينز دايما اهتم بالبالس البلاد بريشر كجنرال. اللوكال اكزامينشن قلناها في اول المحاضره، هنعمل ايه؟ انسبكشن بالبيشن مع بعض ثم خطوه اسمها اوسكالتيشن. وقلت لحضرتك انسبكشن، ركزوا بقى شويه. ها انسبكشن والبيشن ها بشوف ويتش تشيمبر از انلارجد وكمان الفنتريكل ويتحرق الاتريا. ها اشوف كمان الايبكس كاركتر عامله ازاي. ها ولو عندي تريل والتريل اظبطه او اربطه بحاجه اسمها ميرفر. الوسكالتيشن لابد ان انا اعلق على ثلاث اشياء. اعلق على الهارت ساوس اللي هما اس 1 اذا كنت في الميترال او الترايكاسبيد، واس 2 اذا كنت في الاورطا او الاورطا، واعلق على حاجه اسمها اديشنال ساوس اللي هما اس 3 مع اي ريفيرجوال ايه؟ واس 4 وايجكشن كليك مع الاورطا كستينوزس وسيستميك هايبرتنشن والبلمونري ستروز والبلمونري ومشيتوا ولا ايه؟ واوبننج سناب مع الميترال ستونز لسه ما بدناش. ولو عندي مرمر نربطه بالتريل، اوكي؟ عشان ممكن لو المرمر قوي يعمل تريل نعمله ها تايمينج ها وكاركتر والسايت اوف ماكسيمم انتنسيتي والبروباجيشن اند واتش ها الجريد ايه المانوفر اللي بعمله عشان ادور. بعد كده كومبليكيشنز، الحته اللي بعد كده مهمه، بعمل انفستيجيشنز. كل الامراض دي كلها 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 بعمل لها اي سي جي، وكلها بعمل لها اكس راي، وكلها بعمل لها ايكو ده اهم حاجه، ومرات كمان اعمل كاثيتر. فزمان الكاثيتر بنعملها كانت احسن في الكورونا، وانا ما عنديش هنا كورونري، فزمان بنعملها بري اوبريتيف. لو انا قررت مثلا انا عنده مايترال سنوز ولا غير الصمام، فاحنا بدل ما نعمل كاثيتر هندخل نبص على الكورونري سبيس قوي، عشان لو نعمل عمليتين في واحد بدل عمليه واحده. بمعنى ما ينفعش انا المره دي اغير صمام مايترالي وبعد كده يجي لي بعد شويه عنده اسكيميك هارت، ما ينفعش. ما بالمرة كنت عملت عملية واحدة، يعني بعملها دايما بري اوبريتيف، او لو كان اسوشيتد مع اسكيميك هارت ديزيز، يعني الكاثيتر مهمة جدا مع الاسكيميك هارت، او لو انا خلاص هعمله عملية. العلاج بتاعنا ايضا يا ولاد العلاج بيبقى ثابت تقريبا. التريتمنت ثابت، التريتمنت بتاعنا فيه ميديكال وفيه انترفينشنال وفيه سيرجيكال. ميديكال ده بروفلاكسيس اجينست الروماتيك فيفر والانفكتد اندوكاردايتس وسيمبتوماتيك، يعني دخل في ايه فعالجه، دخل في هارت فيلير عالجه، دخل في تشيست انفكشن عالجه، يعني عالج السيمبتومز. اي مريض كده اي حد كده الانترفنشنال في حالات الاستينوزس اعمل بالونه اللي هو الكاثيتر فاكرين بيه تكتب ها بالون، بس هنا بقى مش كوروناري ها بالون مثلا مايترال فالفوبلاستي اورتيك فالفوبلاستي بالمونري فالفوبلاستي. سيرجيكال انترفيرنس سهل، يعني شغل الكلينيكال لو كان عندي ستينوزس نعمل فالبوتومي.